بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. في الفيديو الحالي هنكمل شرح برنامج التايم تيبل ASC تايم تيبلز الخاص بتصميم جداول الحصص المدرسية بنظام إلكتروني. النهاردة هنتكلم عن مواعيد الحصص، بداية ونهاية كل حصة. مواعيد الحصص انا اكتشفت ان يعني في خطأ كده في مواعيد الحصص، والحمد لله هنحاول نتداركه سريعا. يعني هنا طبعا في حصة صفرية، لو حضرتك بتبدأ جدول جديد ماشي، الحصة الصفرية ده عايزين نلغيها اللي هي قبل الحصص ماشي. وفي نفس الوقت في هنا لو دخلنا زوم هنا هنكتشف ان ندخل زوم هنا هنكتشف ان الوقت مكتوب يعني 7:10 ل 7:55 مش عارف ايه، الكلام مكتوب اصلا بالمعكوس ماشي. وفي نفس الوقت الكلام صغير خالص، عايزين نعدل كل الكلام ده ونعدل مواعيد الحصص بتاعتنا، بداية الحصة ونهايتها، الخطة الزمنية كده اللي بنمشي عليها. طبعا كل سنة كل محافظة مستقلة بالمواعيد بتاعتها، يعني بتقترح جدول كده، اغلبهم بيكون متشابه يعني، ولكن في بعض السنوات او في بعض الفترات المراحل التعليمية الحصص بتكون يعني مواعيدها بدايتها ونهايتها بتكون مختلفة، ولكن اغلبها بيكون يعني ايه يعني قريب من بعض، يعني اختلافات في دقائق، 5 دقائق 10 دقائق. الحصة الأولى طبعا في طابور الصباح، أنا عندي نموذجين اهوت، واحد اهوت يعني ده، وفي نموذج تاني طبعا هنا الطابور مكتوبة بالطا وهنا الطابور بالت، الاتنين صح ماشي. احنا نشتغل على اي واحد من دول ايا كانت المواعيد اللي عند حضرتك، المهم ان احنا هنبدأ مثلا الساعة 8 الحصة الأولى، هتخلص 8:45 ودي 45 دقيقة، الحصة الثانية من 8:45 ل 9:30، الثالثة من 9:30 ل 10:15، بعد كده الرابعة من 10:15 ل 11، الخامسة من 11 ل 11:40، الفسحة بعد الخامسة. هنا في النظام ده طبعا دي مرحلة إعدادية، في بعض المحافظات بتكون الفسحة بعد الرابعة ماشي، يعني الساعة 11 الفسحة. طيب هنعمل نفس النظام ده، نشتغل على الجدول ده مش مشكلة، المواعيد ايه بالظبط، ولكن احنا هنتعلم ازاي نصمم المواعيد بتاعتنا ونكتبها كويس وننسقها كويس ماشي. زي ما حضرتك شايف الجدول قدامنا اهوت، الصورة قدامنا اهيت، هنشتغل عليها. لو رحت هنا للجدول بتاعي هلاقي فيه يوم السبت شغال، والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء، والحصة الصفرية مدرجة هنا اهيت ماشي. فانا هبدأ جدول من الاول خالص، من الاول خالص خلاص، هدخل على المدرسة ديت، ممكن ادخل عليها من هنا كده، ده اول خطوة في الجدول بتاعي، او من الرئيسية ديت اعمل جديد ماشي. ادي اول خطوة، التالي هيدخل على المدرسة برضو ماشي، هي نفس الفكرة يعني، المهم هنوصل لها من اي مكان اهوت. المدرسة بتاعتي اسمها ايه، اسم المدرسة طبعا دي البيانات الأساسية، هكتب مدرسة أيا كان الاسم يعني، طبعا دي مدرستي. السنة الدراسية تحددها من هنا 18-19، هي مكتوبة اسم التسجيل اللي هو الأكتيفيت بتاع التطبيق ده، وطبعا شرحناه في الفيديو الأول خلاص في السلسلة ديت، ياريت حضرتك ترجع له، لأن من غير اسم التسجيل مش هتعرف تفتح معاينة الطباعة اللي هي زي دي كده ماشي، هنفتحها دلوقتي. الحصص عندي كام حصة في اليوم؟ لو عندك فصول بتاخد 6 حصص، وفصول بتاخد 7، وفصول بتاخد 8، اعمل الجدول بتاعك على 8 وبعد كده غيره ماشي، وبعد كده شيل الحصص اللي عنده 7 اكفل له الحصة الأخرانية ماشي، بس اعمل العدد هنا الكبير. عدد الأيام عندي 5 أيام، أيوة 5 فعلا، والأجازة بتاعتي بتكون السبت والحد، ولا الجمعة والسبت، ولا الخميس والجمعة، هي الخميس والجمعة، الخميس والجمعة، لا هي السبت الجمعة والسبت، الجمعة والسبت، وبنشتغل يوم الحد. إدراج الحصة الصفرية، خد بالك بقى إن الحصة الصفرية هنا هي ده صفر أهو ماشي، فأنا هروح هنا وأشيل الشيك بوكس ده فهتختفي الحصة الصفرية. ولما حددت إن الجمعة والسبت عندي إجازة اكتب لي هنا أول حاجة هنا الأحد تمام خلاص كده. ندخل بقى على الموضوع بتاعنا اللي هو احنا عاملين الفيديو اصلا عليه، لان الكلام ده احنا تطرقنا ليه قبل كده واتكلمنا عنه. هدخل هنا في المكان ده هوت،
هلاقي هنا في ايه؟ انتبه معايا، الفيديو ده عاوز تركيز مني ومن حضرتك، ماشي؟ لان ده يعني فيه خطوة هنا مهمة هي اللي بتعدل لي كل البيانات بتاعت المتلخبطة اللي هي بتاعت المواعيد، ماشي؟ هنا فيه الحصة الاولى دي اسمها اختصار بتاعها واحد، هتتكتب فوق واحد. ممكن اكتب هنا الحصة الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، براحتك خالص. لو عايز تكتبها كده مفيش مشكلة. المهم ندخل هنا، البدء امتى والانتهاء امتى والمدة كام. المدة 45، هنسيبها 45 دلوقتي، مش هنغير غير الفصحى بس لما نضيفها. البدء بتاعي ده 8 ل 8:45. لا، النظام ده غلط. المفروض اكتب هنا 8:45 وهنا 8، يعني البدء ده اكتبه الانتهاء والانتهاء ده اكتبه البدء. اعكسه ليه؟ زي بالظبط ما كتبنا الفصول الدراسيه. لو حضرتك متابع البلاي ليست بتاع الفيديو ده، بتاع سلسله الفيديوهات ديت، لما شرحنا ازاي نضيف الفصول الدراسيه، قلنا لما نكتب اولى تاني، لا ما نكتبهاش واحد شرط اتنين او واحد سلاش اتنين، لا نكتب ايه؟ نكتب اتنين سلاش واحد، يعني نكتب التانيه اول عشان تظهر لي اولى تاني. لو عايزين نكتب تانيه اول، ما اكتبش اتنين سلاش واحد، لا اكتب واحد سلاش اتنين، لان البرنامج ده بيعكس الارقام. هو اصلا برنامج طبعا المفروض ان هو مش عربي، فلما اتعرب بيعكس كل حاجه حتى الاعدادات. فهنا برضو في كلمه البدء دي معناها الانتهاء، وكلمه الانتهاء دي معناها البدء. يعني يعني هدخل هنا على تحرير كده وهقول ان البدء بتاعي مش 8، هي الصوره بتاعتي بتقول ايه عشان نشوف الصوره برضو تبقى معانا. اول حصه 8 ل 8:45، حلو خالص. ندخل هنا نرجع للبرنامج، الانتهاء هيكون 8:45، احدد هنا 45 اهو، والبدء هيبقى 8 وهنا صفر صفر. خد بالك ان الحصص عندي متحدده ازاي، اهو موافق. هو عدل لي اول حصه بس هي 8:45، هو عامل لي هنا الحصه الثانيه 9 ل 9:45، وبعد كده 10. طب من 45 ل 10 راح فين؟ طب 10 10 45، من 45 ل 10 11 راح فين؟ ماشي. فالنظام ده هو سايب ربع ساعه بين كل حصه والتانية، ده غلط. فاحنا هنعدل اهوت. هو كاتب لي المده هنا ايه؟ بالسالب. انتبه، كاتب لي المده هنا بالسالب، يبقى انا كتبت الانتهاء في مكان البدء والبدء في مكان الانتهاء، وركز معايا، والمده هنا اتكتبت بالسالب، اتحسبت لوحدها. يلا نروح على الحصه التانية ونعمل نفس الكلام. تحرير التانية عندي فين في الصوره بتاعتي؟ المفروض ان هي من 8:45 ل 39، يبقى دي 39، 9 هنا 30، وطبعا هنا 8:45، يعني بعدها على طول 8:45، ماشي. ده البدء وده الانتهاء ودي الحصة الثانية. ممكن اكتب هنا الثانية واكتب هنا الثانية او اتنين، لو انت عايزها تظهر الحصة الثانية في الجدول في لما تيجي تطبع، تمام؟ موافق. اروح على الحصة التالتة ديت واختارها، طبعا برضو هنا سالب 45، اروح اختار واشوف التالتة بتبدأ كام. هي بتبدأ 9:30 زي ما كتبنا من شوية، 9:30 دقيقة اهي، وبتنتهي 10:45 و15 دقيقة، ماشي. تعال نتأكد منها، 9:30 10:15، ماشي. بعد كده 10:15 ل11، مظبوط كده، احنا ماشيين صح اهو، ماشي. موافق. الحصة الرابعة تحرير، البداية هنكتبها هنا 10:15 ل11 بالظبط، تمام. موافق. ايه رأيكم نضيف الفسحة؟ نضيف الفسحة بعد الرابعة ولا نكمل على نفس الصورة؟ ها، مش سامع؟ نضيف الفسحة ولا نمشي على نفس النظام؟ تعال نمشي على نفس النظام. انتبه هنا ان الفترات الحصص اللي قبل الفسحة كلها 45 دقيقة، يعني هنا ده 45 دقيقة 45 دقيقة 45 دقيقة، ما عدا الخمسة دي 40 دقيقة. احنا هنضيف الفسحة قبل الخمسة، ماشي. والحصص اللي بعد الفسحة كلها بتبقى 40 دقيقة، 40 دقيقة. خلاص هنسيب ده بقى، مش عايزين الصورة ديت. هنبدأ نضيف هنا الفسحة قبل الخمسة. إضافة الفسح هتضاف من هنا، إضافة الفسح، واحنا عملنا فيديو مستقل لإضافة الفسحة، ولكن أخطأنا في نفس الخطأ وكتبنا تاريخ النهاية هنا وتاريخ البداية هنا. فاحنا هنعدل دلوقتي اهوت، ويعني سامحونا على الخطأ اللي أخطأناه. هكتب هنا الفسحة وهنا برضو الفسحة. والفسحة ديت بدايتها هيكون 11،
وهتنتهي 11 و خلاها 30 دقيقة ماشي. وممكن هنا اعمل نص للطباعة او ما اعملش براحتك، المهم كتبنا البداية هنا والنهاية هنا. ركز معايا، البداية مكان النهاية والنهاية مكان البداية. موافق؟ لازم نضيف وقت الفسحة طبعا. اوكي، وقت الفسحة هنا من السهم ده، الفسحة قبل الحصة رقم 5 يعني بعد الرابعة اهوت 12. طبعا الخمسة عنده 12 فاحنا هنروح نعدل الخمسة الاول، شكلنا هنلغي ده ونروح نعدل الخمسة الاول. طيب نروح للخمسة ديت، تحرير الخمسة بتبدأ كام؟ 11:30، هنسيب للفسحة نص ساعة، هتنتهي كام؟ 30 دقيقة و10، يبقوا 40، يبقى 12:40، 12:40 دقيقة. موافق؟ بعد كده نضيف الفسحة بقى بعد الخمسة، هو عاملها كام دي؟ من 11:30 لـ12:40، 11:30 لـ12:10، مش 12:40. ركز ركز، ها تحرير، ركز، من 11:30 لـ12:10. اكيد انت كنت بتقول 12:10 12:10 بس انا ما سمعتكش طبعا، اسف يعني. كده كام الحصة دي؟ 40 دقيقة. تعال هنا نضيف الفسحة بقى، اضافة الفسحة هقول له الفسحة ديت نسميها الفسحة او فترة الراحة، الفسحة ووقتها هيكون قبل الحصة الخامسة ماشي. الحصة الخامسة المفروض انها هتبدأ 11:30، الفسحة هتبدأ 11 وهتنتهي 11:30 تمام. موافق؟ دي الفسحة من 11 لـ11:30 مدتها 30 دقيقة، ودي الخمسة مظبوط كده. ندخل على الحصة السادسة ونعدلها، تحرير دي السادسة هتبدأ 12، خلاها 12 مش 13، 12:10 لـ12:50، 12:50 مش دول 40؟ وافق؟ 40. الحصة السادسة من 12:50 لـ13:30 مظبوط كده؟ دول 40 مظبوط. الحصة ديت من 13:30، هنا كده من 13:30 إلى 14:10 الحصة الأخيرة من 14:10 إلى 14:50 تمام تمام خلاص كده اعمل موافق. اوكي تعال نشوف كده، نروح لمعاينة الطباعة، هلاقي هنا مفيش السبت لان حذفت السبت طبعا، قلت له الجمعة والسبت اجازة، ومفيش الحصة الصفرية، ومكتوب هنا 1 2 3 4 وبعدين الفسحة 5 6 7 8، وده أربع حصص قبل الفسحة وأربعة بعد الفسحة، بس الأرقام مش باينة. أعمل إيه؟ كليك يمين هنا، كليك يمين فين؟ مش هنا، مش عند الحصص، لأ هنا عند التسميات دي، أي مكان فيها هيظهر لي الويزرد ده المعالج بيقول لي طباعة الفواصل الزمنية، طبعا هطبعها الخط الذي ستكتب به الوقت أو سيكتب به الوقت.
من هنا ممكن اختار نوع الخط، ومن هنا بولد ولا لا، ومائل ولا لا، ايتاليك، وتحته خط ولا لا، ومن هنا اقدر اكبر شوية الخط. تعالى نعمل موافق كده نشوف. شايف انت اللي مكتوب ده؟ طيب انا ممكن اغير المكان بتاعه، بدل ما هو تحت رقم الحصة اخليه فوق مثلا، هنا في الركن كده فوق هنا، ممكن، او هنا في الركن ده، او في الركن ده. تعالى نعدله كده ونقول موافق، طلع فوق الايه، فوق الرقم الحصة. برضو كليك يمين هتظهر لك، كليك يمين بس مجرد كليك واحدة مش كليكتين، ماشي. ممكن اطبع التوقيت في سطرين اهوت، يبقى كتب لي السطر الاولاني بداية الحصة والسطر التاني نهايتها، بس كده جاي على رقم الحصة. اخلي المكان في مكان تاني، تعالى برضو كليك كده، اخلي المكان تحت هنا، واخلي الخط الذي سيكتب به الحصة المكان بتاعه بدل ما في النص اخليه فوق، يعني ارفع ده فوق وحط ده تحت. تعالى نعدل كده ونشوف. بقى رقم الحصة فوق اهوت، والتوقيت على السطرين اهو، طبعا ده حلو خالص، بس ممكن اكبر رقم 1 و2 و3 و4 ده شوية. ايوه ممكن من هنا كده، واكبر ده كمان شوية كده، موافق، واشوف ايه اللي حصل اهوت كده الخط. تعالى نخليهم في سطر واحد عشان نشوف الدنيا فيها ايه اهوت. هنا ده المشكله اللي قلت لك عليها، ان احنا بنكتب البدايه الاول، النهايه مكان البدايه، وبدايه مكان النهايه، لان هو كده الاولى من 8 ل 8:45، الثانيه من 8:45 ل 39، الثالثه من 39 ل 10:15، تمام. الفصحى هي من 11 ل 11:30، تمام. يعني ده كان ببساطه اللي انا عاوز اشرحه في الفيديو ده، او اوضحه لحضرتك، ان التوقيتات الزمنيه بتاعه التايم تيبل، جدول الحصص المدرسي الـ ASC Time Table، التطبيق ده يعني بتتكتب معكوسة، بنكتب البداية مكان النهاية والنهاية مكان البداية. وحبيت أوضح لك كمان إن الكتابة ديت، ماشي، نكبرها شوية عشان نعرف بس نشوفها في لما نطبع الحصص بتاعتنا أو الجداول بتاعتنا. بس أعتقد إن ده كل شيء في الفيديو الحالي، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة. معكم إبراهيم محمود مرسي.